المشكلة إن أصلاً ابن مسعود ما كانش موجود في لجنة جمع القرآن اللي عملها عثمان بن عفان. فبالتالي الأربعة اللي اتكلم عنهم النبي ما حدش جمع منهم حاجة أساساً. طب يبقى احنا دلوقتي ازاي احنا نصدق في أول نقطة في بداية أول حتة بنجمع فيها القرآن؟ يعني أول مرحلة في جمع القرآن الناس اللي قال عنهم النبي ما اتجمعش عنهم القرآن أساسا. دي أول نقطة. إزاي أنا أصدق في كتاب اتجمع عن طريق ناس وناس لناس وناس لناس؟ وده طبعا كان بيبين لنا الاختلافات ما بين الناس اللي كتبوا المصاحف، كان كل واحد بيكتب له مصحف بتاعه وحاجات زي مش كتب. ممكن مثلا يكونوا كتبوا لكن الجمع تم عن طريق شخص آخر. أنا بدي أعطي طبعا العذر، يعني لأنه ما بدي نقول شغلة إلا تكون مفسرة كمان بالطريقة الفكر المسلم كيف بيفهمها. تمام. لو إحنا بنتكلم على القرآن، القرآن نزل على 7 أحرف. فبالتالي هو نزل بلسان قريش. تمام. لو إحنا بنتكلم على الناس اللي جمعوا القرآن، زي ما أنا قلت إن هم الأربعة الناس اللي هم كانوا حافظ القرآن اللي كان بيوصي بيهم النبي، اللي هو الأساسيين، غير الـ12 وغير الـ40 وغير وغير وغير. كان دول الأساسيين. الأساسيين دول بيقول إن هم نطقهم مظبوط، كانوا بيأخذوا عن النبي مباشرة، ما بياخدوش من بعض، من ناس بتحفظ ناس. وده كان بيبين لنا وبيفسر لنا ليه كانت في الأول يعني في أحاديث كتيرة بتتكلم على القرآن ونطقه واختلاف الآيات ما بينه، وكان بيقول ده صح وده صح. ما كانوا بيتناقشوا اتنين مسلمين في بداية الدعوة الإسلامية في المدينة، كان بيقولك ده صح وده صح، إيه المشكلة؟ لكن إحنا دلوقتي ما بتدي نجمع قرآن، المفروض ان هو حروفه معدة وكلماته معدة ووحي لفظي، وحي لفظي مش معني مش معنوي. فأول نقطة عندنا مش إشكالية في الناس اللي هم حافظة القرآن.